في كل عام في يوم مكافحة العنف ضد المرأة يتم ملاحظة معدلات العنف ضد المرأة. يتم أيضاً تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للحد من العنف ضد المرأة، ولكن بقدر نضال المرأة وحالات العنف ضد المرأة أيضاً فإن أنواع العنف تتزايد. يا ترى ما هو سبب هذا؟ كيف يحدث العنف ضد المرأة؟ موضوعنا اليوم هو العنف ضد المرأة وطرق مكافحته. العنف هو الأسلوب الرئيسي للسلطات والحكومات. العنف ضد المرأة أو المجتمع إذا ما قارن ذلك بأساليب حياة الكائنات الأخرى رأي خاطئ، فالكائنات الأخرى لا تستخدم العنف كأسلوب سلطة، فالعنف لديهم يستخدم فقط عند الحاجة إلى مأوى أو مأكل، مع ذلك فهذا ليس نظام دائم لديهم. كذلك من الواضح أن النظريات التي تظهر عنف الرجل ضد المرأة على إنها طبيعة الرجل وهرموناته، من الواضح أنها تلعب دوراً لشرعنة العنف ضد المرأة. ضرب النساء، شد الشعر، الرجم، إلقاء الأسيد، الإقامة الجبرية، الاغتصاب، الزواج القسري، زواج الأطفال، والإنجاب القسري أو الإجهاض، سرقة ممتلكات المرأة، المنع من الدراسة والعمل، هي أكثر أساليب العنف استخداماً ضد المرأة. يتم احتساب معدلات العنف التي يتم الكشف عنها كل عام. بناءً على طلبات المؤسسات الحقوقية، لكن العنف الغير المرئي والغير المكشوف أعلى بكثير. العنف النفسي والعنف على المشاعر أيضاً كالعنف الجسدي، العنف على المشاعر كجعل الفتاة خجولة، قول الكلمات البذيئة والسيئة، خلق الخوف، تصغيرهم، إبقائهم تحت المراقبة والسيطرة، عزلهم عن المجتمع والأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، خلق مشاعر العجز والوحدة، قتل الآخرين، أو يتم ذلك عن طريق التخويف بقتل النفس، وذلك بنشر معلومات كاذبة وسيئة، اتهامهم بالجنون، والعديد من الوسائل الأخرى وبطرق عديدة. أحياناً تخدع المرأة بمشاعرها التي تحرقها من الداخل، مثل تبرير الضرب بالحب الزائد أو الحقد، فعندما يتم بناء مؤسسة لمساعدة المرأة أو إذا أراد أحدهم أن يساعدها يتم ترويجهم إنهم بدون فائدة، وذلك يبني خوف لدى المرأة مما يجعلها تخاف من زيارتهم أو أن تستفيد منهم. في الكثير من الأحيان تتعرض المرأة للعنف بأشكاله ضمن حياتها. من المتوقع أن يقوم الأشخاص السيئون أو الرجال الذين يعانون من مشاكل نفسية وعقلية بهكذا أشياء، لكن لا يتم الكشف عن حقيقة النظام الأبوي أو إيديولوجية التعصب الجنسوي. يتم وضع أساس العنف في النظام الأبوي، والرجال الذين يرتكبون العنف يتمتعون بحماية الإيديولوجية التعصب الجنسوي. يخلق هذا النظام واقعاً ذكورياً حيث يتم الاعتراف بالعنف كدليل على الرجولة. تبدأ ثقافة العنف والحرب في العائلة الذكورية بقيادة الرجل ضد المرأة والأطفال. بنى الرجل هذا النظام في العائلة وحق القتل فيها تشرع كل أساليب العنف. أساس رد فعل الدولة ضد المجتمع، أساس رد فعل الطبقة الحاكمة ضد الطبقة المحكومة، فالشعوب المحكومة تستخدم هذا مثالاً ضد الشعوب المستعمرة.
فالقمع والإسكات والبطالة مع أساليب العنف تتماشى منذ آلاف السنين كأسلوب للرجل الحاكم. هنا نرى العلاقة بين كاريكاتير الرجل الحاكم والفاشية بشكل واضح، لهذا الأنظمة والمكونات الفاشية في نفس الوقت أكثر الأنظمة همجية في عصر حكم الرجل. يتم متابعة تاريخ العنف الممنهج حتى عصر حضارات الدول الأولى. ألواح السومريين القديمة تتناول ذكرى نساء جبليين من جبال زاغروس خطفوا وتم تعبيدهم. الأساطير التي تتحدث عن المرتزقة الذين اغتصبوا النساء موجودة إلى يومنا هذا. إحدى الأساطير المعروفة أسطورة روما عن نساء سابينيا، هذا جزء من تقاليد السلطات أن كل نظام حاكم يبدأ قيامه بقتل النساء، أحد الأفعال الرئيسية للاحتلالات الاعتداء على النساء وخطفهم، الاعتداءات الممنهجة، ختان النساء والإنجاب القسري ضد النساء الأصليين في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا أمثلة على ذلك. كذلك عانوا النساء الأرمن والأشوريات من هذه الأفعال الهمجية التي ارتكبتها الدولة التركية خلال الإبادة الجماعية لشعبهن، كذلك ما حدث لآلاف النساء اللواتي قتلن في مجازر الأنفال لنظام صدام في مدن جنوب كردستان ومجازر الدولة التركية في ديرسم مجزرة مروعة بحق النساء، وفعل داعش أي نفس الشيء في شنغال عام 2014. استخدمت الأنظمة الدكتاتورية أشكالاً متعددة من العنف على مر آلاف السنين. الآلاف من النساء قد اغتصبن من قبل المحتلين، وبهذا الشكل ينتقمون من المجتمعات التي يحتلوها. ولكن هذه الأحداث لا تحدث بدافع غريزي، وإنما بدافع كسر الإرادة وإدامة سلطتهم. بظهور مصطلح الفيمينسيت باللغة اللاتينية والتي تعني باللغة العربية إبادة النساء، فتحت الأبواب أمام محاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم العنف. تم تعريف الجرائم ضد المرأة وخاصة العنف الذي يؤدي إلى قتل المرأة على يد الرجل لأول مرة على إنها فيميسيدي من قبل امرأة إفريقية ديانا راسل. ثم نشر العديد من النساء الأخريات هذا المصطلح. اليوم يتماشى مصطلح فيميسيدي بمعنى نساء يقتلون بسبب أنوثتهم من قبل الرجال. يقيم القائد أبو أن حالات قتل النساء والاعتداء عليهم من قبل الغزاة والدول إنها نتيجة ثقافة الاعتداء، ويقول تم بناء ثقافة يهيمن عليها الذكور، فقد تم إخضاع المرأة لمدة 5000 عام، وأنا أسمي هذه ثقافة الاعتداء. لا أعتقد أن المرأة ستخضع لهذه الثقافة، ولا هي تريد الخضوع، ومع ذلك ليس من السهل كسر هذا الأمر وبناء علاقة مع رجل صاحب عقلية الاعتداء. وأقول أيضاً للرجال، فإذا أرادوا التخلص من ثقافة الإساءة التي عمرها 5000 عام، يمكنهم التواصل مع النساء بوعي وإرادة حرة، وهذا ينطبق أيضاً على النساء. أقترح أن تقوم المرأة بالانشقاق إلى الأبد من هذه السلطة لكي يخلقوا سياساتهم الخاصة، عليهم أن يخلقوا اقتصادهم الخاص، الوعي السياسي والعمل السياسي ضروريان لبناء حرية المرأة. إذا لم يتم تطوير الوعي الذاتي وعدم وجود إرادة قوية، فلا يمكن التحرر من ثقافة الاعتداء التي يمارسها الرجل الحاكم. إن حرية المرأة أو العلاقة بين الرجل والمرأة لا يمكن أن تتحقق من خلال العشق الرومانسي أو العشق الأبدي أو الحرية الجنسية. إذن كنا سنقول العشق الأبدي، فأنا لا أتحدث عن علاقات الحب الرومانسية المعاصرة. إذا أرادوا أن يعيشوا مع العشق الأبدي، فعليهم أن يحولوا الحرية إلى علم وثقافة أولاً. أقول
إن على المرأة أن تطلق طلاقاً لا نهاية له من سلطة الرجل، وأسمي الإرادة حرية أبدية. الآن لننتقل إلى الشارع ونسأل ما هو رأي المجتمع في موضوع العنف ضد المرأة. ما هو أعنف أسلوب يستخدم ضد المرأة في مجتمعنا؟ يعني أعنف شيء قتل الإنسان، يعني بصراحة الإنسان لما ينقتل يعني أنعف شيء هاي هي. تعرضت المرأة للعنف اللي قلتي لي عليه هو القتل، في عندنا الاغتصاب، في عندنا الاستفزازات اللي تصير من الاستفزاز الأوكروني، يعني هاي كلياتها من حالات العنف اللي تعرض لها النساء. الضرب، الزواج القسري، الكلام الجارح، هو هدول الشغلات. هو الابتزاز الإلكتروني والتحرش والإلحاق والضرب. أنت أيضا تعرضت للعنف، من فعل ذلك وما هي الطريقة وكيف قمت بحماية نفسك؟ أكيد يعني عدة مرات، كمان مو مرة واحدة طبعا، من قبل عائلة. هلا انا بشكل عام في اكيد كل فئه شابكه تتعرض للعنف، انا تعرضنا للعنف يمكن خلال استفزاز الكتروني كان، فعاد كان يعني مجرد انه لا تشتغلوا هالشغل او لا تابوا حالات العنف اللي عم بتصير، ما لكم دخل، ما لكم تدخل بهاي الامور، يعني هي كانت حالات اللي عم نتعرض لها، فغير شيء لا ما في. احنا عالجنا كطرق سلميه، قعدنا مع الشخص شفناه حاورنا، انه احنا ما استهدفنا اي شيء، استهدفنا انه مجرد نعرف ايش هو وضع الحال اللي صارت، ايش هو هدف الانتحار، ايش هو من وراء اللي صار جريمه القتل. يعني هاي كانت اشياءنا اللي تابعناها من خلال متابعتنا. هو إذا تمشي بالشارع يطلعوا عليها بنظرة مبتزة وتقليل من قيمتها، وكأنه ما لها شيء بهالمجتمع. عنف الأسري، عنف الاجتماعي. كيف ينبغي للمرأة أن تحمي نفسها من العنف؟ هو إنه أي مرأة لازم يكون عندها ثقة بالنفس، والأهم الإرادة، لازم يكون عندها إرادة لحتى ما تتعرض لأي شيء من هالشغلات. أكيد عن طريق التوعية، الدراسة، التوعية، الإنسان يعني الحياة المشتركة مع الطرف الثاني، يعني يكون مساواة، يعني يكون الطرفين يكون وعي عنهم، وعي. أعطي رأيي مثل أي شخص وابني نفسي. هلا في المرأة تحمي نفسها من العنف عدة طرق، هي كقرار نفسي، كشخصية قوية، كإداء رأي، كدورها بالمجتمع، يعني في عدة أمور. اليوم نساءنا كمثل الشمال شرق سوريا، في عدة نساء صار الشخصيات نسائية فيها تتمثل أو فيها تأخذ قرار أو فيها تبتعد عن هالأشخاص اللي هم كانوا سبب لها العنف أو سبب اللي صار فيه لها في مشاكل بالمجتمع. يعني هاي كله يرجع لشخصية المرأة وقوة إرادة المرأة. دعونا نستمع لضيفة حلقتنا، كيف يتم العمل والنضال ضد العنف الممارس على المرأة؟ العنف له كتير أشكال، العنف ما يتحدد بنوع واحد أو بشكل واحد، في كتير أشكال يعني تضطهد فيها المرأة، يعني من ناحية العنف الجسدي إذا كان، من ناحية العنف الروحي، تحطيمها من كل النواحي، من ناحية إنه إهانتها، حرمانها من حقوقها، يعني العنف ضد المرأة ما يتحدد بشكل واحد أو بطريقة واحدة، إذا كانت عن طريق القتل، إذا كانت عن طريق أخذ حقوقها،
إذا كان عن طريق إهانتها، إذا كان عن طريق تكون مرأة تحب إنه تثبت وجودها، بتحسي الكل يصير ضدها، يحب يحطمها. المرأة دائما بشكل عام مسلوبة الحقوق. إذا كان من قبل الرجل، إذا كان من قبل المجتمع، إذا كان من قبل، يعني ما في شخص واحد عم يعنفها، يعني الكل بشكل عام، إذا كان مجتمع، إذا كان عائلة، إذا كان زوج أخ. فالمرأة معنفة من حتى من هالنواحي، ويعني أشكال وطرق ونواحي اللي عم يعنفوها فيها ما عم تتحدد، يعني حتى نقدر نحاربها ما عم نقدر نحددها. طبعا المرأة خاصة هون بمجتمعنا وبمناطقنا هون، نحس انه المرأة صار مو بس بدها تخلص من هالعنف وعم بتحارب، لا، حاربت وخلصت من كتير طرق عنف، كانت معنفة من كتير طرق خلصت منها يعني، وعم بتحاول وأثبتت وجودها، أثبتت وجودها بشكل واضح ما فينا ننكره. عملنا كتير حملات ومحاضرات، نعطت كتير محاضرات من عن مناهضة العنف ضد المرأة، وطبعا كانت حملات إلها آثار واضحة، وكان إلها تجاوب من ناحية النساء والكومينات اللي نعطت فيها، ونعطت المحاضرات بشكل خاص للرجال كمان، لقينا كتير تجاوب ولقينا كتير استقبال للفكرة. ونحن هون عندنا مثل ما قلت لك تحررت، صار في فكر متحرر. إذا مو يعني إذا مو أخذ كل حقوقها، على الأقل المرأة عندنا هون صارت يعني وصلت لمرحلة ما وصلوها النساء بغير مناطق. المحاضرات اللي عطيناها طبعا كانت عن مناهضة العنف ضد المرأة، وكانت تدقيق على حقوق المرأة ومحاولة إعطاء المرأة حقوقها وعدم تعنيفها. وكانت المحاضرات يعني كل يعني كيف بدنا نحكي، المحاضرات مثل ما قلنا كانت عن العنف ضد المرأة اللي عطيناها، وكانت عم تنعطى للرجال بشكل خاص وعم تنعطى للكومينات. كان في تجاوب كتير واضح خاصة من ناحية الكومينات، النساء اللي ما كانوا يعرفوا حقوقهم، ما كانوا يعرفوا الشيء اللي عم بيصير معهم، إذا هو تعنيف ولا شيء طبيعي. فلا، كان في كتير تجاوب، وكان في كتير أسئلة اللي كانت عم تنطرح ضمن المحاضرات، بتحسي إنه كان في يعني المرأة كانت عم تسأل من ناحية إنه كأنه شيء ما كانت تعرفه، بس لا، كان في كتير تجاوب. طبعا الابتزاز الإلكتروني صاير مثل عم نقول منتشر بشكل فظيع، وضحيتها دائما النساء، إذا كانت طفلة مراهقة وإذا كانت امرأة، عم يصير ابتزاز وتهديد بشكل المرأة تضطر فيه، إنه أحيانا تصل لمرحلة محاولة الانتحار. وطبعا هذا الشيء لمين يرجع؟ إذا كانت مراهقة وإذا كانت طفلة، للأهل وتقربهم من بناء من طفلة هاي ومن المراهقة هاي. فعم بيصير ابتزاز، وعم بيصير يعني عم تصل لمرحلة القتل أكثر من هيك، يعني عم تصل لمرحلة إنه عم، والمرأة هي الطفلة دائما هي الضحية الوحيدة. نحن عم نحاول إذا كان ضمن المدارس أو ضمن الكومينات، عم نحاول نعطي محاضرات عن مخاطر الإلكترونية، عن مخاطر المخاطر اللي يعني فينا عم يعني فينا نقول إنه الإلكترون أو الوعي الإلكتروني، عم نحاول نوعي الناس إنه الإلكترونيات والتليفونات إلها إيجابيات وإلها سلبيات، ونحاول نوعي الناس على الإيجابيات ونبعدهم عن السلبيات. يعني السلبيات عم نحاول كمان نوعي الأهل إنه ديروا بالكم على هالأطفال، ديروا بالكم على موضوع الإلكترونيات، موضوع التليفونات، لأنه موضوع مو يعني موضوع خطير. طبعا المرأة لازم يكون عندها ثقة بنفسها،
بتعرف الغلط من الصح. ما تخلي حدا يتحكم فيها، شخصيتها تكون قوية، تعرف الشيء الغلط تبعد عنه، ما تعطي مجال لحدا، انه يسيطر عليها او يهددها. وطبعا يعني المرأة بشكل عام، تثبت وجودها بشغلها، بدراستها، بوعيها، هذا الشيء كمان رح يقويها، رح يعمل لها شخصية. فالإنسان المثقفة والإنسان اللي تشتغل مثلا، هي اللي تصرف على حالها، هي من حالها بتعرف انه ما حدا فينه يتحكم فيها. أعزائنا، اليوم وصلنا إلى نهاية البرنامج. لنعيش حياة بلا عنف علينا بالمقاومة. دمتم بخير.